البطالة وضيق ذات اليد وارتفاع الأسعار الذي أدى إلى هشاشة الوضع الاقتصادي والتدهور المعيشي، كلها مساوغات دفعت العائلات العراقية إلى التبضع وشراء حاجات أبنائها من أسواق الملابس المستعملة أو كما يطلق عليها العراقيون البالة لرخص أسعارها مهما كانت المخاطر الصحية التي تشوبها. البالات يعني صح رخيصة بس ما عدا الدخل اللي يقدر يتعامل بها وياخذ معدة يشتري معدة زين، فيش حالة وين يروح؟ مواد ماكو، فلوس ماكو، شغل ماكو، عمل ماكو، بس احتكار، بس أذية، بس يعني جرح المقابل المواطن من جرح من كافة المعوقات إلى بالحياة. السوق واقف لا بي حركة لا هاي، ماكو أصحاب دخل محدود، يعني يالله ست خبزته عيشته شلون يعني بهاي الحالة؟ العدة أطفال عدة هاي شلون يقدر يشتري لهم؟ وإحنا مقبلين على الشتاء جو بارد هذه الشهرين أمطار وبرودة، يعني شلون يشتري هاي الملابس؟ الملابس هي صح رخيصة بس أصحاب الدخل المحدود يالله تكفي خبزته، يالله تكفي عيشته. أصحاب محل أكدوا أن الأسواق جميعها تعاني الركود بسبب الوضع المادي الصعب الذي تمر به العائلات العراقية. أصفن والله هنا، يعني بضاعتي تركية راقية ما حد يشتري زين، يلا بس ندفع إيجارات أي والله، يعني الناس ما عندها أستاذ عزيز، شغل ماكو، عطالة بطالة. ويعزو متابعون للشأن المحلي العراقي انتشار أسواق البالة في العراق إلى ارتفاع نسب الفقر والتي تكون في بعض الأحيان معدل الإتلاف وغير مخصصة للاستخدام البشري في كثير من البلدان.